بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة هنكمل سلسلة الحلقة أو سلسلة تشكيلة المعجنات اللي احنا عملناها المرة اللي فاتت. يعني أنا عملت نفس العجينة بتاعت الفيديو اللي فات، بس عملت فيها إضافة إن احنا حطينا زيتون، بس الزيتون مش حاطينه من جوه، حاطينه بطريقة مختلفة، شايفين؟ والمرة دي بحشوة مختلفة تماما خالص، يعني حشوة كلنا بنحبها وولادنا بيحبوها. بصوا، اعملي كمية كده وحطيها في التلاجة، يعني هتبقى تحفة في علبة بلاستيك كده متغطية، ووقت ما يكون الولاد عايزين او ياخدوها معاهم من المدرسة يسخنوها في الفرن، هتبقى جميلة جدا لا غنى عنها بصراحة، وحاجة نظيفة في البيت ومعروفة احنا عاملينها ازاي. النهارده العجينه بتاعتنا دي او الاضافه اللي احنا هنضيفها ان شاء الله هنشوفها او نعرفها لما نكمل الفيديو للنهايه. قبل ما نروح نشوف طبق المعجنات اللذيذ ده وايه الحشوه اللي هي جواه اللي احنا هنعملها بيه المره دي، ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناه بتاعتي وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد مطبخ مباشر. يلا بينا مع بعضينا نعمل طبق المعجنات اللذيذ ده، يلا بينا. طبعا انتم مستغربين ان انا بدات الفيديو بتاع النهارده وانا عامله العجينه ومجهزاها. الحقيقه انا عامله نفس العجينه اللي هي بتاعت الفيديو بتاع تشكيله المعجنات، لان بصراحه المقادير بتاعتها كويسه والنتيجه بتاعتها برده كويسه جدا. بصوا انا عملتها زي ما قلت لكم بالظبط، والعجينه بتاعتي اهي، بس المره دي بقى انا هعملها بطريقه مختلفه. بعد ما عجنتها اخر مرحله هجيب زيتون مخلي اخضر واسمر ومقطعاه قطع زي ما انتم شايفين كده، وهبتدي هضيفه على العجينه وهروح ايه ضرباها او عجناها تاني، مديها لفه كده بالعجان او بايديا مفيش مشكله. يعني المره دي احنا هنعمل الفطاير بالزيتون. اهو حبايبي، بعد ما العجينه بتاعتي حطيت عليها الزيتون الاخضر والاسمر زي ما انتم شايفين اهو، ويستحب كمان ان انت وانت بتعجنيها وهي لسه دقيق تحطي الزيتون معاها، يعني يتعجن من ضمن ايه المكونات. بس انا عشان انا ما اطولش عليك الفيديو، فايه حطيتها بعد ما عجنت ايه العجينه، يعني كله شغال. يعني العجينه اهي طريه ولينه وجميله ما شاء الله. انا دلوقتي دهنتها زيت زي ما احنا متعودين، دهنت ايدي زيت، والبوله برضو نحط فيها نقطه الزيت اهو بالشكل ده كده، نقطه بسيطه يعني. ونروح بقى ايه حاطين العجينه بتاعتنا وسايبينها ايه تخمر الوقت بتاعها عادي خالص. وبعدين هنيجي نشوف بقى ايه تشكيله جميله جدا، وهنشوف برضو ايه حشوه جديده اول مره نعمل ايه بيها، يعني حاجه مميزه. خليكم معايا. بسم الله الرحمن الرحيم. نشوف العجينه بتاعتنا، بصوا ما شاء الله الله اكبر جميله ازاي. نفضي الهوا منها، شايفين تحفه يا جماعه. ابتدي بقى افضيها على المكان بتاع اللي انا هاجد فيه وعليه رش الدقيق عشان نشوف هنشكلها ازاي اهو. هاخد طبعا نص العجينة بتاعتي او جزء منها اهو، وابتدي اسيب الجزء التاني على جنب كده مغطيه وشه علشان ما ينشفش مني، تمام؟ طبعا كل ما تسيبيها كل ما ايه هتخمر معاكي. بعد ما خدت جزء من العجينه وكورت كور زي ما انتم شايفين كده، هاخد اول كوره واقول بسم الله وابتدي افردها على شكل مستطيل او كده. شكل كده شايفين ما شاء الله العجينه لينه وجميله معايا. طبعا على حسب الحجم اللي انت عايزاه. بصوا هنعمل ايه بقى دلوقتي. انا عندي جبنه فلامنك، دي الحشوه الجديده اللي احنا ما عملناهاش قبل كده، تمام؟ تحبوا بقى الجبنه الفلامنك يعني ايه ممكن تكتروه. وهاجي هنا بقى من الجنب هنا ومن الجنب هنا كده، واروح قافل عليها كده واقفل كده اهو، وادي طرف العجينه بتاعنا
وزي ما انتم شايفين، بس اعمل لكم زوم كده اقرب لكم اهو. وابتدي هعمل فتحات كده باي قطعه كده، ما اوصلش للاخر شايفين. وابتدي اروح لفاها كده اهو، واقفل عليها من هنا كويس كده بالشكل ده كده. عايزه تعمليها كده زي نص دايره كده او ربع، نص دايره كده عشان تبان الرسمه. ماشي اهو بالشكل ده كده اهو، شايفينها اهي، شايفين الزيتون بقى. مش محتاجه ان انا ايه احط زيتون من جوه ولا اي حاجه. هنعمل بقى كل العجينه اللي عندنا بالشكل ده كده، وبعدين هنيجي نشوف هنعمل فيها ايه. خليكم معايا. طبعا انا خلصت طبعا، وعبال ما خلصت الكميه الصاج الاولاني غطيته خمر زي ما انتم شايفين. كالعاده زي ما احنا متعودين، صفار بيضه وعليها نقطه خل، وبعد كده بفكها بمعلقه لبن. بس اهم حاجه نحط نقطه الخل على الصفار الاول ونربه، وبعد كده نحط ايه اللبن، علشان لو حطيناه على لبن مباشره هيفصل مننا. انا عملت برضو الشكل ده زي ميني ساندوتش كده، وهبتدي هدهن بسم الله كده، وادهن وش الفطاير بتاعتي. وانا مشغله طبعا الفرن بتاعي على 200 درجه، عشان احنا عارفين ان المعجنات بتاخد درجه حراره طبعا ايه 200. تمام. شوفي بقى انت عايزه تحطي على وشه سمسم او حبه البركه زي ما انت عايزه. انا هرش سمسم وحبه البركه وهنحطه على الشبكه، وان شاء الله بعد ما تطلع معانا الفطاير هنشوفها شكلها عامل ازاي، والجبنه الفلامنكي بتاعتنا شكلها عامل ازاي. خليكم معانا. الفطاير حبايبي بعد ما طلعت من الفرن وغطيناها فوطه زي ما احنا متعودين، بصوا شايفين الطراوه بتاعتها، حاجه جميله. بصوا السوا بتاعها حاجه تحفه جدا. بصوا لما تعملوا كل اسبوع بقى يعني كيلو كده، يعني هيفرق معاكوا طول الاسبوع في الساندوتشات. شايفين بقى الزيتون هو جوه العجينه اهو، شايفينه. بس حتى ما نفتحها من جوه شايفين الجمال، تكون الصوره واضحه قدامكم. بصوا شايفين جبنا الفلامنك جوه، وشايفين العجينه بتاعتنا عامله ازاي، حاجه تحفه. طعمها بقى بجد خيالي. حطيها بقى في علبه تحطيها بقى في التلاجة مقفوله، وتطلعي كل ما اولادك بقى يعوزوا ايه بتروحي مطلعه لهم، بيسخنوها في الفرن او في الميكرويف، بتبقى جميله قوي قوي قوي. دي الفطير بتاعتنا اللي هي بنفس العجينه اللي عملنا بيها قبل كده، بس المره دي عملناها بالجبنه الفلامنك اهو زي ما انتم شايفين اهو. شايفين حاجه وهم يا جماعه بصراحه، بجد تحفه، لازم تجربوها. شايفين شايفين طراوه العجينه عامله ازاي، يعني ما فيهاش غلطه. ليه نجيبها من بره لما احنا ممكن نعملها في البيت باقل التكاليف، وبعجينه مضمونه وناجحه، وباي حشوه احنا عاوزينها اهو بالشكل ده كده. شايفين بصوا، يعني حاجة جميلة جدا، حاجة تشرف بجد. بتمنى تجربوها وتقولي لي اكل جميل ايه. ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة بتاعتي وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد مطبخ مباسل. اشوفكم على الف خير ان شاء الله في وصفة سهلة وسريعة مطبخ مباسل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.